دمار وسط الدمار، هكذا يبدو المشهد بالموصل بعد تحريرها بالكامل. سويت الأحياء بالأرض ولم تعد المباني صالحة للسكن في مركز المدينة، وما بالك بهوامشها. قطار الحياة توقف هنا منذ 9 أشهر من القتال بين القوات العراقية ومتشددي داعش، ولا يزال البحث متواصلا عما تبقى من عناصر التنظيم في الخنادق والسراديب منذ الأسبوع الفائت. خلال هذا الأسبوع الفائت باشرت جميع وحدات الشرطة الاتحادية بناء على أوامر صادرة من قبل قيادة الشرطة الاتحادية بتفتيش المناطق وتطهيرها من العبوات الناسفة، وأيضا إذا كان هناك موجودين بعض الدواعش الذين كانوا يختبون في السراديب أو في الحفر. صدمة الدمار هنا وهناك فوتت الفرحة على الأهالي بعد عودتهم إلى الموصل، فبعد المعافاة من تنظيم داعش لا يزال البعض يبحث عن منزله وسط الخراب، فمنهم من صدم بالواقع وآخر ظل الطريق في غياب أبسط ظروف الحياة. هاي المنطقة هسه هاي من هنا ولي غادي هاي ما بيها بشر، ما حد، بس من هنا ولي غادي الحياة موجودة. يعني منطقة الطيران بيها مي، احنا هنا ما عدنا مي، هلا نروح نجيب التناكر من الشارع. الناس هنا عاد ترجع شوية شوية، بس لان خدمات ماكو ما عاد ترجع. لو اكو ماي واكو كهرباء العالم متبهدله بالجانب الايسر، العالم كلها تريد ترجع لبيوتها، بس لان ماكو خدمات العالم ما عاد ترجع. لم تعد العوده حلما لكل من فروا وهجروا، فمن عاد يعيش ظروفا انسانيه صعبه، والالاف من النازحين اضطروا للبقاء خارج الموصل، فلم تعد ملامحها كما كانت، فالموصل ماتت قبل ان تشيخ.